إلى موضوع آخر، انطلقت عملية إعادة الاعتبار للبنايات القديمة بالنسيج العمراني القديم بقلب عاصمة ولاية سكيكدة، تحديدا شارع ديدوش مراد الذي يشمل 604 سكن ب127 بناية، حيث تم الشروع في عملية الترميم بأربع عمارات بها 19 سكن و16 محلا تجاريا ضمن الحصة 14 التي ستليها 23 أخرى مماثلة. العملية التي تشرف عليها مؤسسة وطنية خاصة وخصص لها مبلغا ماليا يقدر بحوالي 15 مليار سنتيم ستدوم 18 شهرا، على أن يتم التكفل بالعائلات القاطنة بهذه البنايات سواء بترحيلهم أو غير ذلك. محمد حمد. العملية تاع اليوم تخص ليلو 14، ليلو 14 هذا واحد من 24 ايلو، باسكو الدراسة الأولى اللي درناها كانت تخص تأمين المحيط، سيكوريزي دابور المحيط باش على الناس على لي بيان، والدراسة كملت في لي 24 ايلو، لو برومي ايلو راح نديماري فيه اليوم بور لي ترافو دو ريابيليتاسيون. دونك ليلو هذا ديزينينا فيه لونتربريز كي ا كومونسي اجوردي لو بيرو ديتود، والمبلغ اللي الانجاز هو 15 مليار و600. دونك الاجال هي 18 شهر لا بروبوزيسيون تاع لونتربريز، اون فويسي هنا ما تدوفراج دو نيغوسي معاه لو ديلي باش يكون لو ديلي خفيف. دونك بور لانستون اون اون فاز دانستالاسيون دي ابري لايد اون فا ايسي دونتامي لي ترافو افيك اون كوبيراسيون افيك لو متر دوفراج لو متر دوفر اي لو بيرو ديتود كي افي ليكسبيرتيز اون فا اونتامي لي ترافو انسيسامون. بحلول عيد الأضحى المبارك أبت جمعية رفيق اليتيم على أن تضع البسمة على وجوه اليتامى بولاية بشار، وذلك بتوزيع أزيد من 100 خروف على العائلات اليتيمة وإدخال البهجة والسرور بالتعاون مع المحسنين. مهدي بوشتة والتفاصيل. العملية نتاعنا اللي رحنا خلال هذه السنة عندنا عمليتين، العملية الأولى اللي هي توزيع أدوات مدرسية اللي رحنا قايمين بها، رحنا في التوزيع نتاعها، وفي آن واحد اليوم مع حلول يعني يوم عيد الأضحى نوزعوا واحد تقريب 100 شال اللي غيتوزع في هذه السنة. نذكرهم كاملين واقفين معنا الحق أي عيد، مناسبة عيد الأضحى ولا عيد أي مناسبة واقفين معنا الحق، عيد كبير نشكره بزاف بزاف. ينفرد سكان ورقلة في الاحتفال بليلة عرفة، حيث يحتفل السكان مع تلاميذ الشيخ طرمون طالب ندير منذ 3 سنوات بالمدرسة القرآنية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وإقامة الأناشيد. موسى بن ساسي رصد لنا التالي. إذن في هذه الليلة المباركة نجتمع لنحييها، لأن هي من ليالي العشر وهي أفضل الليالي العشر، ويندب في يوم عرفة الصيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا على الله أن يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة اللاحقة. مثل هذه الليلة من أجل سماع بعض القصائد والمدايح التي يؤديها الأستاذ علي طرمون وفرقته، وتدور في معظمها حول موسم الحج والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله، ونحن الليلة في ليلة عظيمة ليلة عرفة، وكما يعلم الجميع النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة.